اول حاجه ف اول حاجه نهضروا على منطقه البرنوسي، فهي كتعتبر منطقه خزان ديال المواهب الكرويه اللي عطات الشيء الكثير للفرق الوطنيه الكبرى. و الرشيد البرنوسي كيتعتبر هو ثالث يعني ثالث الفرق مدينه الدار البيضاء اكثر شعبيه من بعد الرجاء والوداد. وكما ان الرشيد البرنوسي قدم عده مواهب اللي كانت في الفرق الوطنيه الكبرى مثل الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، الجيش الملكي، اللائحه طويله. هناك نذكروا اللاعب يوسف السفري، بوشعيب المباركي، موخيكا، يعني اللائحه طويله. والاهداف ديال المدرسه هو اننا نعلمهم الوليدات، نعلموا الوليدات الاسس ديال اسس الكره وكره القدم والاباجديه ديال كره القدم، اللي ونعلموا فيهم يعني الثقه بالنفس، يعني كيفاش اول حاجه حتى انا ما لعبش الوليد الكره ولا ما كانش النجم في كره القدم يخرج ك يعني المجتمع يكون واحد الانسان صالح. هذا هو الاهداف ديال مدرسه رشيد البرنوسي.